السلام عليكم. احنا اليوم بشابتر 8، شابتر 8 اللي هو بيكون شابتر 13 in the textbook. شابتر 8 talk about break even and payback. في عنا 2 new concept لبريك even point and payback period. راح نشوف في عنا احنا ايش بنسميه البريك ايفن بوينت وشي بنسميه البي باك بيريد. اونلي ذيس تو كونسبت. والبريك ايفن بوينت وي ويل ديسكس ات فور وان باراميتر اند وي ويل ديسكس ات اولسو فور تو الترناتيفز از ويل. يعني راح نطلع البريك ايفن بوينت فور وان بروجكت اور فور وان ميوتشوال اكسكلوسيف بروجكت، وبنطلع البريك ايفن بوينت فور تو الترناتيف تو كومبير بتوين اوف ذم. واضح ولا لا؟ إذا متذكرين إحنا في شابتر 7 غطينا الـ rate of return، واتفقنا إحنا إنه بدنا to decide if this alternative is viable قابل للحياة. This alternative is economically justified based on rate of return. و at the end of the class خبرتكم شغلة إنه we will not discuss how to use the rate of return method to compare between two alternatives. صح ولا لا؟ أخذنا في شابتر 5 وشابتر 6 using the present worth analysis, the future worth analysis and the annual worth analysis to judge about one alternative and to compare between two alternatives. صح ولا لا؟ لكن في الـ ROR الـ rate of return chapter 7 ما غطينا how to compare two alternatives using ROR. اكتفينا بس فقط ب using rate of return only for one alternative, for one project, for one machine, for one equipment. واضح ولا لا؟ فاهمين؟ الو الو طيب بعد ما نخلص break even point for one parameter من عارفها و break even point for two alternatives بنيجي على البي باك بيريود ونخلص الشابتر هذا. هسا اول شيء خلينا احنا نعرف شو معنى البريك ايفن بوينت. ا فاليو اوف باراميتر ذات ميكس تو اليمنتس ايكوال. اي باراميتر افهمي خلينا يعني نفهم شو معناتها. انت فور اكزامبل اشتريت انت مثلا عندك مصنع كلفك كوست معين فيكست كوست، بعدين كلفك فاريبل كوست يعني اللي هو إيجار تصنيع. أنت أنتجت فور إكزامبل أنتجت مثلا خلينا نأخذ إكزامبل 50 علبة تونة. تعرف علبة التونة ولا لا؟ تمام. أنتجت أنت تونة عادي تونة من اللي بتأكلوها صح ولا لا؟ التونة كلفتها عليك طلعت إشي معين تمام؟ واضح ولا لا؟ هسا كم لازم تبيع علب بشان أنت تغطي رأس مالك؟ هاي هي البريك إيفن بوينت اللي باراميتر or variable can be an amount of revenue, cost, supply, demand, etc. for one project or between two alternatives. For one project, the break-even point is defined as can be identified by determination linear or non-linear math between relations for revenue and cost. هسه راح نشوفها. Well, between two alternatives, we will use determine one of the parameters P, A, F, I, or N with other constant. Solution by one of the methods, direct solutions, trial and error, and spreadsheet. Spreadsheet, we don't know what we're going to do. We're direct solution. بس. And using the calculator. Let's see what it means. Let's understand. First of all, we understand the meaning of the break-even point. Everyone hear it or not? سامعينك مهندس. انا لو بدي انتج مثلا منتج معين، خلينا نتفق على ايش؟ على سيارات. انت عندك مصنع سيارات ماشي، كم بتكلفك الفيكس كوست؟ كوست نوت دايركتلي ديبندنت اون ذا فاريبل، يعني بيلدينج الاوفر هيد انشورنس تمام. انت مشان تعمل مصنع سيارات مثلا بدك انت تقريبا مثلا 10 مليون راس مال، هذا فيكس كوست صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ فيكست هذا صح. اللي هو مشان تبني الماشينز والمعدات وذلك. بعدين في عندك variable cost. شو معنى variable cost؟ cost change with the parameters such as production level and work force size. There are labor, material, marketing cost. Variable cost per unit is V.
طيب شو معناتها؟ معناتها variable cost يعني معناتها السيارة الواحدة كم بتكلفك؟ تمام؟ السيارات كم بكلفك إنتاجهن؟ إذن في عندك التوتال كوست هو عبارة عن الفيكست كوست زائد variable cost. يعني مثلا بقول لك أنت الفيكست كوست تساوي 10 مليون والفاريبل كوست لإنتاج هاي السيارات يساوي مثلا 3 مليون، إذن شو التوتال كوست اللي عندك؟ 13 مليون، صح ولا لا؟ إذن أنت بكلفك السيارات ما بين الرو ماتيريال ما بين الإلكتريسيتي واللابر كوست والورك فور سايز بكلفك 3-4 مليون فور إكزامبل، والفيكس كوست تساوي 10 مليون، إذن شو بكلفك التوتال كوست؟ يلا شو بكلفك؟ 14 مليون. الفاريبل كوست، الفاريبل كوست ليش سميناه فاريبل؟ لأنه إذا السيارات بتكلفني بسنة 2019 إنتاجهن 4 مليون، ب 2020 ممكن يكلفني 6 مليون، ب 2021 الروماتير رخصت يكلفني 4 مليون ونص، 2022 7 مليون، صح ولا لا؟ إذا إنتاج الأيتم ما هو فيكست، فاريبل، صح ولا لا؟ بتغير. هلا أنت بس تنتج، أنت مثلا واحد مصنع بنتج ألبسة، بنتج بلاطين رجالي، هل البلطنون ب 2018 كلفة إنتاجه زي كلفة إنتاجه في 2020؟ سؤال. إيش؟ عيد مهندس. إذا عندك أنت مصنع ألبسة بنتج بدلات رسمية، هل كلفة إنتاج البدلة سنة 2018 هو نفس كلفة إنتاجها في 2020؟ Of course. لأنه في تايم. في غير هيك، في عندك كمان اللابر كوست بيختلف، في عندك الرو ماتيريال تختلف سعرها، في عندك الورك فور سايز بيختلف، فبالتالي سميناه بسبب هيك سميناه احنا فاريبل كوست. ماشي، فالفيكست كوست زائد الفاريبل كوست بيعطيني ايش؟ التي سي. شو التي سي؟ يلا شو التي سي؟ التوتال كوست، صح ولا لا؟ هسا انت انتجت مثلا مين هذا اللي ودي نشوف توتال، اوكي انت هسا انتجت ايش؟ انتجت انت مثلا بدلات معينه، مصنع البس انتج بدلات ببيعهم، صح ولا لا؟ مش باحن. طيب ببيعهم المصاري، شو برجع عليه؟ برجع عليه ريفينيو، صح ولا لا؟ عائد، مظبوط ولا لا؟ مظبوط، صح. ايوه اوكي، فالار ريفينيو، فبالتالي البروفيت البي ربحة المصنع شو تساوي؟ الريفينيو قديش باع. أيوة. ناقص التوتال كوست، صح ولا لا؟ صح. اذا فبروفيت اللي هي الفائده الربحه اللي ربحها المصنع في تلك السنه ايكوال الريفينيو، قديش اجا مصاري من بيع هاي الايتيمز ماينس التوتال كوست. التوتال كوست شو قلنا؟ الفيكست كوست زائد الفاريبل كوست، صح ولا لا؟ تمام تمام ولا لا؟ افهموني شوي، عندكم انتوا هسه ايش الكونسبت جديد شوي. طيب بدي اسالكم، الفيكست كوست داز ات ديبند اون ذا هاو ماني ايتيمز هاو ماني كوانتيتي سولد ولا لا؟ طبعا لا، سواء انا تجد 10 مليون سياره، 10 مليون بدله، ولا 2000 بدله، ولا 5000 بدله، الفيكس كوست بتغير؟ الفيكس كوست لا ما بتغير، ما بتغير. انت من اسمه اساسا بنيت، انت جبت الماشينز مشان تصنع البدلات، وجبت انت البنايه والعماره وهي الشغلات كله هاي فيكس. هذا سواء انت انتجت في هذيك السنه 100,000 بدله او انتجت 200,000 بدله، الفيكس كوست عليك ثابت، صح ولا لا؟ صح. حدا معايا ولا جاوبوني؟ انا معك مهندس، مظبوط تمام. طيب الفاريبل كوست اللي هو سعر تكلفه الايتم شو يساوي؟ يساوي الفاريبل كوست طبعا يساوي ايش؟ يساوي كيو ضرب ايش هسه بقول لكم، ضرب في. شو معنى في؟ في سي سمول، في سي سمول اللي هو the cost of production one item ضرب q number of quantity that is ايش produced، واضح ولا لا؟ الفاريبل كوست اللي تكلفه البدله، تكلفه انتاج البدلات فور اكزامبل تساوي
تكلفة إنتاج البدل الواحد السوت الواحد ضرب عددين صح ولا لا؟ صح مظبوط كيولي كوانتيتي صح ولا لا؟ محل أنت مصنع سيارات أنتج 10,000 سيارة the cost for production of one car equal 10,000 ضرب 10,000 سيارة بيعطيك الفاريبل كوست لكل السيارات صح ولا لا؟ كذلك الريفينيو شو يساوي ريفينيو؟ كيو ضرب ايش الله؟ شو يساوي؟ كيو ضرب ار سمول شو مع الار سمول؟ يلا ايوه لو سعر بيع القطعة الواحدة ال one item the one quantity مظبوط سعر بيع السيارة الواحدة ضرب قديش بيع السيارات بيعطينا الريفينيو مظبوط ولا لا؟ مظبوط كيف احنا اخذته بالثيرمو اتش كابيتال واتش سمول واتش كابيتال تساوي الماس في اتش سمول صح اخذتوها بالثيرمو صح ولا لا؟ الاتش كابيتال الانثالبي ايكوال الماس او النمبر اوف بول ضرب اتش سمول صح ولا لا؟ نفس الشيء الفاريبل كوست ايكوال equal how many items you produced multiply by the cost of production of one item قديش بكلفك انتاج القطعه الواحده والريفينيو شو يساوي يساوي اللي هو the cost of selling بيع الريفينيو of one item ضرب how many items you produced مظبوط ولا لا صح اللي عنده خضره يوطي صوت الخضره حواليه تمام مين عنده سؤال لحد هسه شباب الو تمام دكتور طيب هسه سؤال البروفيت بس تساوي زيرو شو معناتها التوتال كوست شو يساوي؟ يعني ما في ربح صح؟ نفس مشروع صفر يعني اطلعت راس المال كامل صح؟ مزبوط اللي هي عندها بيكون البريك ايفن بوينت اللي هي قلنا عنها اول شيء amount of the variable اوكي اورز بريك ايفن فاليو من اولها اللي هي باراميتر اور فاريبل كان بي amount او كلياتها between two alternatives بتكون هسا عندك equal هالي break even اللي هي value of parameter that make two elements equal شو اللي بيخلي عندك revenue يساوي zero إذا كان revenue equal total cost صح ولا لا مظبوط يا بنات شباب مظبوط ما هو بدي أسمع عنكم معايا بس مش هديك طيب لو انا كان عندي بياع خضرة عشان هيك طفيت الصوت انا عارف بياع خضرة خلاص راح بيع الخضرة اذا احنا قلنا هسه انه البروفيت شو يساوي يلا البروفيت شو يساوي قلنا هسه معي يساوي الريفينيو الريفينيو شو تساوي الكيو ضرب ايش ضرب ار سمول صح ولا لا مظبوط ناقص التوتال كوست التوتال كوست شو يساوي يلا الفيكست كوست زائد ايش الفاريبل كوست اللي هو عباره عن ايش عن كيو ضرب ايش يلا ضرب في سي سمول مظبوط ولا لا مظبوط مهندس مظبوط ايوه عند البريك ايفن بوينت ذا بروفيت ايكوال زيرو يعني بمعنى اخر بلهجتنا طلع راس براس صح ولا لا فحطه يساوي زيرو ماشي ودي هناك بصير عندك كيو يلا ضرب ار شو يساوي اف سي لا خلينا نحكي ايوه كيو في ار ايوه كيو ضرب ار اوكي يا كيو ضرب ار كيو ملتبلاي بار ايوه ناقص اف سي ماينص اف سي يلا ناقص صح ولا لا وزع عليه طبعا هاي حطها بين اقواس تمام ناقص هاي هيك اوكي ناقص ايش يلا كيو ضرب ايش يلا كيو ضرب ايش ضرب في سي شو تساوي زيرو مظبوط ولا لا مظبوط
صح؟ تمام تمام اكزاكتلي. هسا خذ ودي الاف سي هناك بصير موجب صح؟ بس الاف سي شو تساوي؟ يلا طلع لي كيو كومن فاكتور شو بصير عندك؟ كيو ار ماينس في سي ماينس في سي سمول مزبوط ولا لا؟ شو يساوي؟ اف سي ومين بتضمن الكيو شو تساوي؟ يلا الكيو شو تساوي؟ اف سي اف سي ايش؟ ار ماينس في سي. شو عند الكيو اللي بروفيت تساوي زيرو بنسميها اي بي اللي هي الايفن بريك ايفن بوينت. الايفن بوينت البريك ايفن بوينت هاي هي الكيو اي اللي قديش يعني قديش ايتمز اي هاف تو برودوس ان اوردر تو ايش اطلع راس المال اكزاكتلي ميك ذا بروفيت ايكوال تو زيرو تساوي الفيكست كوست تقسيم العائد من بيع ال1 كوانتيتي ناقص الفاريبل كوست تو برودوس 1 ايتم. وضحت ولا لا الصوره؟ هيا فاية شايفينها. اذا الكيو ايفن بوند ذا بريك ايفن بوند ايكوال يلا البريك ايفن بوند ايكوال يلا شايفينها الفيكست كوست على ار ناقص في. واضح ولا لا؟ اوكي واضح ولا مش واضح؟ شو معناتها؟ واضح واضح واضح. إذن how many items should I produce in order to make the profit equal to zero؟ يعني عندي equalization between the revenue and the total cost. قلنا revenue depends on the quantity that is being produced. تمام؟ the fixed cost does not depend on the quantity. The variable cost depends on the quantity. مظبوط ولا لا؟ عرفتوا في عندكم R capital و R small، في عندكم VC capital VC small. تمام؟ إذن عندما R equal TC solve for Q تساوي Q break even point break even point. واضح ولا لا؟ طيب example a plant produce 15,000 units per month. unit يعني ما عرف ليش المصنع، شو مصنع سيارات مصنع طاولات مصنع ساعات ما عرف لي unit اي شيء صح ولا لا؟ find the break even level if the fixed cost equal 75,000 per month the revenue is $8 per unit and variable cost $2.5 per unit. شايفين هنا الكل معي القطعة الواحدة قديش ببيعها؟ يلا العائد 8 exactly. قديش بتكلفه؟ سنتين ونص 2.5 exactly. وكم الفيكس كوست تبعها عليه بالشهر؟ 75,000 exactly. البريك ايفن بوينت شو يساوي؟ 75,000 على 8 ناقص 2.5. شو هي 8؟ الريفينيو والفيكس كوست 2.5. شو معنى شو معنات هاي؟ يلا شو معنى لازم لازم يبيع 13,663 وحدة عشان يصير يطلع راس ماله. شو راح يكون البروفيت ساعتها؟ زيرو. إذا المصنع أنتج 13,636 قطعة ربحه شو يساوي؟ صفر. إذا مشان المصنع يشتغل لازم ينتج يونتس أعلى من 13,636. واضح ولا لا؟ واضح واضح. تمام ولا فهمت ولا لا كيف؟ تمام مهندس. أكيد لا أكيد لا مش أكيد. طيب هسا المصنع المصنع تعطيها ظروف بربح ولا بيخسر؟ خلاص عرفنا الفريق إيفين بوينت. إحنا يلا شوف لي إياه. شو البروفيت يساوي؟ R ناقص اف سي بلس في سي فيكس كوست فاريبل كوست صح؟ اذا ار ناقص زي في كيو ناقص اف سي قديش ار؟ 8 ناقص 2.5 في 15,000 قطعه هي هو بينتج 15 صح؟ لاحظ انت قديش تبريك ايفن بوند قلنا 13 قديش هو بينتج؟ 15,000 اذا هو راح يربح صح ولا لا؟ صح. إذا هو أنت بتعمل جدج على هذا المشروع بتقول المشروع هذا ناجح لأنه هو بنتج كيو higher than
the break even point. The production level is above the break even point. فبالتالي ال 15,000 عوضها في المعادلة العادية سالب بروفيت اللي R 8 ناقص 2.5 شو كم ربحته؟ 7500 دولار بير مانت. هاي ربحت ايش؟ البروجكت هذا البلاند. واضح ولا لا؟ هسه لو انه لو تعوض في المعادلة هاي R 10,000 تمام بيطلع المصلحة خرب خسران صح؟ 10,000 اقل من 13,000 صح ولا لا؟ الو؟ صح. لو تعوضوا لي هاي لو تعوضوا لي هسه بحل ال 15,000 المعادلة 10,000 يعني 8 ناقص 2.5 ايوه ضرب ايش؟ ضرب 10,000 ناقص 75,000 شو يساوي؟ اكيد راح يطلع خسران بدون ما تحسب. 8 ناقص 2.5 يساوي 14,000 يساوي ناقص 75,000 بيطلع ناقص 20,000 خسران. ليش؟ بدون ما تحسب البروفيت لانه اوريدي انتج هنا انتج هو عنده انتج بروديوس 10,000 which is less than 13,636 واضح ولا لا؟ فالمصنع عندك هو شو السؤال شو كاتب لك؟ determine expected monthly profit or loss. هو مش عارف انت، فانت اثبتت من خلال الاكيوشن تبعت البريك ايفن بوينت انه المصنع مربح. how could you judge؟ كيف حكمت عليه؟ لانه انت قارنت البريك ايفن بوينت بالاكتوال برودكشن ريت للمصنع. تمام ولا لا؟ واضح؟ الو واضح تمام مهندس. ايوه بعدين شو عملت انت؟ وبعد ما انت حليت وطلع معك انه نمبر اوف يونتس بير نمبر اوف يونتس بير مانث ايوه اقل من الاكتوال اللي على البريك ايفن بوينت اقل منها من الاكتوال. الاكتوال اعلى من البريك ايفن بوينت، اذا انت بتقول المصنع بربح. قديش بربح؟ بتحط المعادله وكان الله بالسر عليهم. واضح ولا لا؟ مين عندي سؤال؟ طيب هسه بنيجي على اذا لاحظوا انك تحسب البريك ايفن بوينت ل وان الترناتيف، او يعني معنى اخر تحسب انت البريك ايفن بوينت لون بروجكت لمصنع واحد فيري سمبل، معادله خطيه لينير ايكويشن الفيكست كوست اوفر الريفينيو ماينس الفاريبل كوست ايكوال الكيو ايفن بوينت. هاي ما عندك فيها مشكله. مشكلتنا وين احنا؟ مشكلتنا في التو السكند ايش ليرنينج اوت كمز اللي هو استيميت ذا بريك ايفن بوينت فور تو الترناتيفز. هاي هي الصعب شويه، هذا اصعب شيء في الشابتر يعني اصعب منه. هلا خلينا نشوف احنا اذا اول اوت كم احنا غطيناه كويس، فهمتوا صح ولا لا؟ فهمتوا شو معنى التوتال كوست، شو معنى الفيكست كوست، شو معنى الريفينيو، شو معنى البروفيت، صح ولا لا؟ واضح مزبوط. اوكي هسه بنيجي على البريك ايفن بتوين تو الترناتيفز. البريك ايفن فور توين تو الترناتيفز، اول شيء تو ديتيرمين ذا فاليو اوف كومون فاريبلز بتوين تو الترناتيف دو ذا فولوينج. واحد ديفاين ذا كومون فاريبل. اول شيء بدك تعرف هسه انت شو هو الكومون فاريبل، هسه نفهمها واحده واحده. ديفلوب ايكوفالنس ايذر يوزنج بريزنت وورث اناليسيس اور انوال وورث اناليسيس اور فيوتشر وورث ريليشنز as a function of the common variable q. equate the relations, solve for the rev variable. This is the break even value. اذا في عندك معادلات هاي مشكلتها بدك تحط انت اول شيء تعرف شو هو الفاريبل. شو على الفاريبل؟ افهموني شو على الفاريبل؟ اللي هو الايتمز، يعني انا قديش بدي انتج. مصنع بنتج ايش؟ سيارات. فبدي اقول انه الـ q the number of car produced per year or the number of car produced per month. بدك تعرف الفاريبل، بعدين بدك تطلع البريزنت ويرث اور ذا فيوتشر ويرث او الانوال ويرث از ا فانكشن اوف كيو. بعدين بتعمل هاي المعادله للالتيرناتيف الاول وبتعمل هاي المعادله للالتيرناتيف الثاني. يعني عندك مصنعين سيارات، شو بتقول هسه معاي شباب بنات معاي؟ لا الو معك مهندس معك يسموني. اول شيء بتعرف شو هو الفاريبل، الشيء المشترك بين مصنعين سيارات شو هو؟
how many cars produced per month or per year, صح ولا لا؟ إذا بتقول Q هي عبارة عن number of cars produced per month or per year for the first factory for the second factory, المصنع الأول والمصنع الثاني, صح ولا لا؟ إذا عندك أنت مصنعين فبتعرف أنت مشان تقارن بينهن تقارن بيز على إيش؟ يلا how many cars are produced, صح ولا لا؟ ألو مزبوط. طيب مهندس أعطيك مهندس جبتوا لي في الامتحان الفاينل الفصل الماضي, عندك أنت مختبرين بحللوا عينات, فأنت شو بتقول؟ الكومن فاريابل number of samples to be analyzed by lab رقم واحد, number of samples to be analyzed by lab two, واضح؟ ليش اكتب لاب 1 ولاب 2؟ مو انا اسمع على جهتين لازم اقارن نفس الشيء صح؟ بالضبط بس لك يعني مشان تكون واضح بالنسبه لك مشان تعرف. تمام بعدين شو بتعمل؟ بتروح على مصنع السيارات الاول ومصنع السيارات الثاني. مصنع السيارات الاول شو بتقول؟ تعمل بريزنت ويرث او انيوال ويرث او فيوتشر ويرث بيز على جيفن داتا, بتطلع البريزنت ويرث. خلينا ناخذ فور اكزامبل البريزنت ويرث, بتطلع البريزنت ويرث از ا فانكشن اوف number of cars produced. بعدين فعندك بتكون number of cars produced unknown, صح ولا لا؟ Q unknown صح للمصنع الأول. تيجي على المصنع الثاني factory number 2, بتطلع له the present worth as a function of number of cars produced. بعدين Q with the relations بتسوي البعض وبتحل. هسه هذا الملاحظة هاي اللي هان شفتوها, هاي الملاحظة, هاي الملاحظة اوكي شفتوا هاي, رح نجيها بعدين بس حبة حبة. اول شيء خلينا نفهم ايش اولها, خلينا نشوف هسه شو بصير معانا عن مشان نفهم. خلينا ناخذ اكزامبل صغير. طلع علي في عندك انت small aerospace company evaluating two alternatives, طلعوا فاهمين ولا فاهمين انتو؟ عندك أول شيء بدهم يشتروا أوتوماتيك فيد ماشين. شو هي؟ يلا أوتوماتيك فيد ماشين, ماشين الفيد تبعها أوتوماتيك, وماشين ثانية مانيوال فيد ماشين. بنات شباب فاهمين شو فاهمين؟ إذا في عندي المصنع عنده خيارين. الخيار الأول افهم علي بده يشتري ماشين الفيد تبعها أوتوماتيك, واحدة مانيوال العمال بحطوها, واضح ولا لا؟ بليز اطلع علي انا بديش احل السؤال بدك تفهموه. الو الو مهندس مهندس ايوه اوتوماتيك فيد مانيوال. هسا بقول لك الاوتو فيد ماشين الانيشال كوست لها 23,000. خلينا ناخذ على اول خيار. اول خيار شو هو؟ الاوتو فيد ماشين سعرها الفيكست كوست لها 23,000, السالفج فاليو لها 4,000, والتايم تبعها 10 سنين. والشخص اللي بده يشتري على هاي الماشين ايوه بده يشتري 12 ايش باخذ $12 لكل ساعه, وهاي الماشين بتنتج 8 طن بير اور. كم تنتج؟ 8 اطنان بير اور. والكوست تبعها الاوبريتنج كوست بكلفك $3,500 انيوال بيرير, صح ولا لا؟ الو تمام مهندس. الماشين الثاني شو هي؟ المانيوال فيد ماشين. المانيوال فيد ماشين هاي سعرها الاول قديش؟ $8,000, ما في لها سالفج فاليو. سالفج فاليو عفوا لها 5 سنين, والاوتبوت تبعها 6 طن, هذيك 8 طن, صح ولا لا؟ وهاي تحتاج لثلاث عمال, والعامل يوم ساعته $8 بير اور, والماشين واللي بدها اوبريتنج كوست $1,500 بير يير, واضح ولا لا؟ تمام $1,500 ايش بير ايش انيوال بير يير, هذيك قديش بتكلف الاوتو؟ 3500. تمام
السؤال all project are expected to generate return 10% per year اللي هي ايش الاي how many tons per year must be finished to justify the higher purchase cost of the auto feed machine and manual feed machine. طيب خلينا نشوف السؤال. تمام خلينا احنا نلخص السؤال. اول شيء نلخص السؤال نيجي على ايش نيجي على المشين اللي شو هي يلا الاوتو نيجي على ايش على الاوتو اوكي وين هي الاوتو تمام معي انت ولا لا؟ طيب اول شيء بينه وبينكم شو الكومن فاريبلز اللي بدي اعرفه بينهن هاو ماني يلا هاو ماني بيسز برودوسد باي ذا تو ماشينز صح ولا لا؟ let x represent the number of tons per year how many ton produced صح how many ton لانه انا عندي ايش انا بنتج بالاطنان ما بنتج بالقطع الو يعني هسه شو اللي بدي اعرف انه هو المتحدث. حبه حبه هسه مشان تفهموا هاي الماشين كداش تنتج الاولى 8 ton per year هاي ساعدك تمام ايوه فساعدك تحكم انك انت الاساس تبعك how many tons per اور اور بارير صح ولا لا؟ طيب اوكي لو قلت لك ان الماشين بتنتج 1000 قطعه بالساعه شو بتقول اكس او الكيو الان نمبر اوف بيسز برودوسد بير داي او بير اور او بير اير صح هذا هو بعطيك انه هاي بتنتج 8 تونز بارير والثاني شو بتنتج يلا والثاني شو بتنتج بتنتج 6 تونز بارير بير اور عفوا صح ولا لا؟ اذا انت بتقول let x unknown represent the number of tons per year صح ولا لا؟ طيب اذا انت بما انك عرفتها barrier خد بالك كل شيء راح يكون barrier هسا خلينا ناخذ اول ماشين اللي هي الاوتو فيد الاوتو فيد ماشين انا مطلوب اطلع اول شيء الفيكس كوست والفاريبل كوست هسا كم الفاريبل كوست عندي انا الماشين هاي طلع علي يلا الماشين هاي 23000 هذا ايش فيكس كوست ما لي خص فيه صح ولا لا؟ تمام طيب طيب وال 4000 سالفج فاليو خلي عجله شو عندك انت وان بيرسون اوبريت ا ماشين ات ريت اوف 12 دولار بير اور اذا عندك ايش انت 12 دولار بير اور صح 12 ايش دولار بير ايش بير اور صح ضرب يلا بدي اياها بير انيوال كم بتكلفني تكلفتها بالسنه يلا 12 دولار بير اور ب 24 ضرب ال 1 اور تقسيم 24 صح؟ تقسيم ماشي مضبوط ال 1 اور ال 24 اور تساوي 1 داي ضرب تمام 24 اور ضرب ايش الله 365 مضبوط صح ولا لا؟ اذا هاي لو جيت هسه انت انا شفتها 12 اوكي الانيوال كوست اللي عندك استنى 12 دولار بير اور ماشي بعدين هسه عندك عفوا وين راحت سوري استنى عفوا عندك انت 12 دولار وين هي 12 دولار بير اور اوكي وكم منتج هو يلا اي طن بير اور صح مزبوط اوكي اذا 12 دولار بير اور ضرب ايش يلا تقسيم 24 تقسيم عمالك تقسيم هاي تقسيم ايش تقسيم ايش يلا لا ضرب 24 كسور مش مزبوطة يعني بدي اعملكم ايديتنج مش ضابط معي بدي خط ايد احسن مش عارف انا بحط السد شوي بس اجرب اعملكم اياها هيك ثواني بس عندكم هنا ما تحملونا بس شوي لانه انا بدي اعملكم بخط الايد عندكم 12 ما بنفعش تكست ثواني بس ثواني بس تحملونا Thank you.
شايفين الوايت بورد ولا لا؟ الو اوكي كنا عندك انت قلنا شو بتكلف 12 دولار بير اور 12 دولار صح ولا لا بير اور ضرب كم ينتج هو 8 طن بير اور صح مظبوط تقسيم 8 طن بير اور مظبوط ولا لا مظبوط طيب وين راحت البلاك وين راح ضرب هاي ضرب وهاي ضرب عشان تخبطوش يلا قديش بده ينتج بالسنه يلا بالسنه كم بده ينتج اكس صح ولا لا بده ينتج اكس طن بير ايش بير طن مع طن بروح اور مع اور صافي عندك 12 تقسيم 8 شو يساوي 12 تقسيم 8 يلا 12 تقسيم 8 يساوي 1 ونص اكس ايش هاي وحدتها دولار بير هير هاي الفاريبل كوست صح ولا لا اذا هو انتج اكس طن اكس نمبر اوف تونز اذا انتج 30 طن شو بصير السعر 30 طن ضرب 1.5 واضح ولا لا طب لو انتج 100